ابتدي بفيتو. فيتو بتقول مصدر يعني قال لهم في النادي الاهلي الموضوع معروف خلاص يعني اتكلمنا فيه يعني، بيكشف موقف فايلر من اقامه مباراه وديه هذا الاسبوع، وقلنا ان فايلر في انتظار وضوح الرؤيه بشكل كامل فيما يتعلق بالمباريات المقبله او بموعد مباراه القمه يعني. هو الراجل مستني الميعاد بتاع ماتش القمه وبعد كده هيشوف، لو الميعاد ده بعيد هيلعب مباراه وديه 2-3 حسب الميعاد هيكون فين امتى، لو الميعاد ده قريب ممكن ما يلعبش ولا مباراه وديه، فكله في انتظار اتحاد الكره هيقول ايه، اللي ما بيقولش حاجه هنشوف هيقول ولا مش هيقول يعني. بطولات بعد اصابته بالصليبي، موقع بطولات امام الاهلي صالح جمعه نتمنى الشفاء للاعب الاعلاميين، لاعب الاعلاميين اللي هو احمد كمال جلبرتو اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، وهو تعرض اصابه بالقطع في رباط الصليبي في مباراه الاهلي والاعلاميين، وكان تدخل مع صالح جمعه فالنادي الاهلي عرض علاج اللاعب عن طريق كابتن سيد عبد الحفيظ، والنادي الاعلاميين ما رضيش، قال احنا بنشكر النادي الاهلي وبنقدر الطلب ده لكن في نفس الوقت احنا مرتبطين بعقد مع اللاعب واحنا اللي متكفلين بعلاجه. فصالح جمعه النهارده نزل تويته يعني بيدعم فيها اللاعب احمد كمال جلبرتو بيتمنى له الشفاء العاجل. نروح لخبر اخر من فيتو، وبيتكلموا على ميعاد مشاركه نيدفيد في مباراه الاهلي، والميعاد المبدئي هيكون في شهر ديسمبر يعني، لان نيدفيد لسه يعني قدامه وقت عقبال ما يخش في التدريبات الجماعيه، قدامه حوالي اسبوعين تقريبا هيدخل في التدريبات الجماعيه، بعد ما يخش واحده واحده تدريجيا في التدريبات الجماعيه، وبعد كده يخش بشكل طبيعي في التقسيمات في التدريبات عادي، واحده واحده يبتدي يدخل في الصوره مع النادي الاهلي ان شاء الله على شهر ديسمبر او اخر كمان شهر 11 باذن الله، ولاعيب مهم جدا نتمنى له يا رب كل التوفيق. نروح للبوابه نيوز، وبتقول القلق في الاهلي من رحيل فايلر لقياده سويسرا، ومفيش قلق ولا حاجه، والموضوع يا جماعه زي ما وضحنا لحضراتكم فايلر موجود مع النادي الاهلي ومفيش عرض رسمي جاله من سويسرا، كلها عباره عن كلام واحاديث وديه يعني ما بين الراجل وما بين بعض المسؤولين في الاتحاد السويسري، بس مفيش اي تطورات للموضوع ده، والراجل بيحترم عقده جدا مع النادي الاهلي والاهلي بيحترم عقد النادي مع فايلر، والامور ماشيه بشكل طبيعي ومفيش اي جديد بخصوص هذا الملف، ومش هيبقى في اي جديد، الراجل مكمل مع النادي الاهلي بالطريقه العاديه بشكل طبيعي وهيكمل مشروع ان شاء الله باذن الله، واضح ان هو هيبقى مشروع ناجح جدا، البدايات دايما بتبقى عنوان للنهايات، بس النهايات باذن الله تكون بعيده بالنسبه لمستر فايلر، يعني يقعد فتره اطول فتره ممكنه مع النادي الاهلي، ده اللي بنطمح فيه في الحقيقه بجانب تحقيق العديد والعديد من النجاحات المنتظره من قبل فايلر مع النادي الاهلي باذن الله. اليوم السابع تتكلم برضو عن فايلر، بتقول ان الراجل هيسافر سويسرا اول نوفمبر، وده بسبب طبعا ان احنا عارفين ان في مباريات هو معسكر المنتخب الاولمبي اللي بيستعد، هو معسكر المنتخب الاول كمان اللي بيستعدوا سواء بالنسبه للمنتخب الاولمبي بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عام اللي هتكون في مصر من يوم 8 ليوم 22 نوفمبر، فكده كده في توقف من يوم 28 او 29، فبالتالي ممكن الراجل ياخد اجازه يروح يسافر سويسرا يزور اسرته يعني وكده، وبعد كده هيرجع النادي الاهلي يعني. والمنتخب الاول احنا عارفين ان هو عنده ماتشين في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون مع كينيا ومع جزر القمر، وان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، فهيبقى في معسكر يعني. دي اخبار الاهلي في المواقع، الاخبار المحليه